السلام عليكم، رجعنا لكم فيديو جديد بعد غياب طويل. كنتمنى ينال اعجابكم. هاد الشباكية كتجي معلكة وصدقوني جربوها ما غاديش تندموا. بالنسبة للمقادير، كنحتاجو ملعقة قرفة، ملعقة متوسطة مطحونة، ملعقة ديال النافع محمر او اليانسون محمر ومطحون، كنحتاجو رشة ملح ورشة خميرة الحلويات أو رأس ملعقة صغيرة، سمسم أو زنجلان محمر للتزيين، ملعقتان من الخل، كأس إلا ربع ماء وارد عليه زعفران، ممكن تستعملوا ملون صناعي، كأس سمسم مطحون محمر ومطحون جيدا، كاس ديال الزنجلان محمر ومطحون، نصف كأس زبدة ونصف كأس زيت، نصف كيلو دقيق أبيض مع رشة ملح. في هذه الأثناء نخلط جميع المكونات الجافة، وبعد ذلك نضيف السوائل، كنعجنوها جيدا. إلى احتاجنا الماء ممكن نضيف. هذه هي العجين، كنشكلوها كويرات صغيرة، كنخليوها ترتاح لمدة ساعة أو ساعتين. من بعد ما ارتاحت العجين كنحاولوا نطلقوها في سطح عمل يكون مناسب غير قابل لالتصاق العجين، وغنخليكم مع مجموعة من التشكيلات اللي نتمنى ان شاء الله تكون سهلة ومبسطة. بعد ما كملنا التشكيله ديال الشباكيه، في هذه الاثناء وضعت مقلاه زيت على درجه عاليه من الحراره،
ملي كيسخن الزيت كنخفضوا درجة الحرارة إلى متوسطة أو هادئة، لأن ضروري حرارة الزيت في الأول. أنا وضعت شبكية كنتسناها حتى كتولي ذهبية اللون. عندي هنا عسل كيكون ثقيل بهذا الشكل، من بعد ما كتقلى الشبكية كنطفيوها في العسل لمدة 5 دقائق والعسل يكون بارد. بعد ما تقلت الشباكية وحصلنا على لون ذهبي كنحطوها في العسل وكنخليوها لمدة 5 دقائق وكنحيدوها. كنوضعوها في إناء باش يتقطر العسل، عاد كنوضعوها في طبق. كان هذا هو الشكل النهائي للشباكية. كنوضعو عليها السمسم المحمص أو الزنجلان للتزيين. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، صدقوني جربوها وما غاديش تندموا. طبق مغربي بامتياز. كانت هذه حلوه رمضانيه، طبق مغربي بامتياز. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وكنتمنى تجربوها وتخليوا لي التعليق ديالكم. شكرا على المشاهده والى فيديو اخر ان شاء الله.